السلام عليكم. انا هنا عند اخويا علاء ومعانا بويكا هذا الوحش تمام اهو اللي باين جايين يعني نتفرج على شويه حاجات كده حلوه، حاجات للجواز، جراوي للبيع، صفقه يعني ان شاء الله ايه حاجات محترمه. حبيبي حبيبي بص، ده اول حاجه، ده بويكا. بويكا ده انا حضره وهو جاره لسه دلوقتي كبر، عنده سنه ونص. هيقفلهم خالص. هيقفلهم يوم 25 اللي جاي. بص الكلب ما شاء الله عليه، يعني اللهم صل على النبي، حته ايه بيتبول يعني تكاد تكون كلاسيك، مستوى كويس. ده للجواز ست، في صدر عريض، في صدر عريض لون 90% من لونه طوهوش بطل، 90% من لونه ابيض في الشوكليت اللي هو اللون ده. على فكره ابوه كان اللون ده. ايوه انا فاكر ابوه، خلي بالك ونفس وش ابوه ونفس هو ده اعلى شويه، سكته واخد سكه احلى من ابوه. ودارت نص تمام، كلب برضه للجواز. عملت الخيره كمان، دي اول طلعه. اول طلعه اللي عايز يخش القفص. بص كلب معظم لونه ابيض، في ناس بتهوى الموضوع ده. وللعلم الكلب سواء بيتبول سواء جريت دان ابيض ساده ما فيهوش لطشات زي ده بيبقى اطرش، خلي بالك. الابيض ساده ما فيهوش اي لطشات بيبقى اطرش، خلي بالك. اي كلب البينو من الاخر كده، اي كلب البينو ساده ده بيبقى اطرش. عشان كده لما تيجي تشتري كلب ابيض يبقى معظم لونه ابيض بس فيه لطشات زي ده كده. بص ادي لطشه، ادي لطشه، حاجات زي كده. انما الابيض ساده اقلق منه، فدي ملحوظه قلت اقولها لكم بالمره. ما لا ماشي، بس الكلب بيبان، اختبر ودنه. الكلب اللي تلاقيه صوته صرخة، ولما صاحبه يبعد عنه تلاقيه بيصرخ صرخة كده. أيوة ليها نغمة معينة كده، بيبقى اطرش. انما ده مش اطرش، ده بيسمع. بص الكلب بينتبه، انما الكلاب عشان في لطشات في دول، انما لو ما فيهوش دول 90% بيبطش. الارتفاع كمان مش عالي، الارتفاع كويس. هو كلاسيك، هو كلاسيك جميل. هو كده، هو كلاسيك. في ناس بتفكروا بولي على فكره. لا في ناس بتفكر ابو بولي. هو مش بولي، في ناس بتفكر بولي. وفي ناس بتفكر ابو بولي. وبعدين هو مش ابو بولي. هات ايدك، سل سل سلم يا تحت. يلا سيب اقعد اقعد اقعد. في لو عايز يلعب لسه طالع، مش جاي معاه بادب خالص. لا هيبقى جاي معاه، هو هينزل. هوريك بقى ايه خمسه قله ادب. الكلب بيعض سواء عشان قلبه ابيض. بص خلاص خلاص خلاص، اوعى تكون زعلت بجد. لا انا مش زعلت بجد، لو اتكيت عليه جامد بعصايه ولا حاجه يزعل. لا مش، ما بحبش اضرب الكلام. ده بقى دكر جيرمان، ده للجواز وللبيع. جواز ماشي، بيع ومال. كلب فيه ظهر يعني تقدر تقول ايه 70% في ديل الأرض، دماغه جمجمة وشعراية حلوين، في شراسة فطرية برغم ان هو لسه ما خدش كورسز للشراسة، يعني متجوز قبل كده وجراويه موجودة كمان، جراويه موجودة بس في العجم. اللي عايز يشتري جرو
وجرويه بسعر حنين وهو كمان بسعر حنين، هو بثلاثة ونص والجرو منه باتنين ونص. هو التفاوض وقبل التفاوض وجرو منه باتنين ونص والجراوي شبه جاهزة يعني. حلو بقى وخليك خليه على الليش. انا عايز اوريك الكلب بس الكلب بيزحلق. كلب في ميل كويس اللي الارض وماسك مظبوط، ده يفرح حاجات حلوه. احنا في الصيف يعتبر او في اواخر الصيف فالكلاب حتى بتبقى قلعه ايه شعرها، فده يعتبر مستوى كويس لكلب قالش. طبعا هما بقى ايه دكاتره صيدليين، ففي اوميجا 3 وفي شغل محترم وفي مضادات للحشرات، عنايه طبيه يعني ايه فائقه فائقه يعني. والكلب بص في تدريب كويس، بالاضافه ان في شراسه فطريه ما اشتغلش يعني، في شراسه فطريه ما كده من غير تدريب. في دماغ حلوه برضو دماغ كويس، كلب عضمه سليم، لا في ليونه ولا في ايه، لا في ليونه ولا في حاجه تمام. ودي يعني من الموديلات اللي الناس بتحبها عشان هي كلاب مش بتعاني من مشاكل العظم يعني، الموديلات دي مش بتعاني من مشاكل العظم زي الكلاب اللي بكاسحه اللي بنقول عليها. الكلب ده جنجون دمها خفيف قوي، حجمها حلو بس ما شاء الله. خلي بالك عرض جنجون يعني يعتبر نفس عرض او اعرض كمان من جنجومة الدكر. الكلب ده حلو حلو يعني شبه البيت بولات في الدماغ. اعرض بكلب ولسه طبعا بيقفل السلسله فاهم. انت اديت له جوازه تخشنه فهو وكويس. وبعدين يعني ده مش 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 محتاج ان هو يكون على التحليل، في جراويل عايزين تاني فاهمني، الدنيا كده ايه مرسوم ما شاء الله اللهم بارك. مش حد ولا كل حاجه على ايدك يا عم. عارف مش هقول ابن فلان وابن علان، هو كان بيحل ولا ورق ولا اي حاجه في اي حاجه. فرق السطوح زي ما بيقولوا. فرق السطوح. ايوه فرق السطوح زي ما بيقولوا. كويس مستوى كويس كلب حلو. فرعون كلب ماستف من الماستفز الطيبين. بص عايز اوريك ايه مدى ضخامة الموضوع. بص هو انا ايدي كبيرة اصلا تمام. بص الكلب ما شاء الله يعني، اللهم صل على النبي اللهم بارك. جمجمة بوز كويس، بوز يعني مثالي، عرض جمجمة حلو ما شاء الله. هو كلب فرخ يعني. بص الستاير ستايرنا حلوة يعني ما شاء الله. هو الكلب كمان لا والكلب كمان لما بيقف يكشر على حاجة ما شاء الله يعني. بص هو بيلعب الكرة كلب فيه حجمه كويس. بحاول
ده للجواز بس؟ ده للجواز بس. اه وبمقابل ضراوي او فلوس على حسب ال على حسب بقى ايه مدى قرب الشخص اللي جاي يتجوز. تمام؟ وده لسه صغير برضه. عنده قد ايه؟ ده سنه ودلوقتي سنه وشهرين، داخل في السنه وثلاث شهور وهكذا. السنه وثلاث شهور؟ اه داخل فلوس. ما شاء الله. كويس هي الاحجام دي حلوه وبيطلع من وراها ضرايب كويسه. لو جالك واحد بنتايه بيتبول اكس لارج وعايز يجوز عادي ولا في واحد يبقى عنده اكس؟ بقى انا عارف انك معاك دكر بيتبول، بس يقول لك انا عايز ارمي حاجه اشد شويه، اشد شويه مثلا معانتا لونها حلو عايز ياخد منها جرو كويس، وفي نفس الوقت ايه في خشنه الماستيفات ما بيطلع غلطات برضو من ورا الشغل. بيطلع غلطات، هو اساسا ده بيسموه ابو الكلام، ابو الفصايل. اه الماستر، لان دوت لما بتجوزه يتجوز البورصه ده بيكسب البورصه. ومع البيتبول يعني احنا مجربينها قبل كده وعاملينها، جايب حاجات برضه بتطلع منه غلطات جميله. هو بيمنع اي حاجه بصراحه، هو طالما الكلب سلاله نقيه بيبقى ليه بصمته، بيبقى ليه بصمه حلوه. ده في جراوي منه؟ لا. طب ايه اللي في جراوي منه؟ في بيتبول؟ ما فيش دلوقتي جراوي منه، لسه برضه ما جوزتوش. ما جوزتوش؟ اه صح، احنا قلنا اول طلعه. ده في في حاجات منه بس طلعت، والجيرمان هو اللي فيه منه جراوي. الجيرمان فيه منه جراوي. لا هي لسه ما طلعتش يا احمد. ايوه ايوه في منه جراوي للي عايز يشتري، احنا خلاص على وشك يعني. اه يعني ان شاء الله 30 يوم هما. اه طيب يعني الكلام، في ناس على فكره تلاقيها يقول لك انا هاخد الجرو واتعامل بيه ما اشغلش بالي. لا انا بتكلم الجيرمان هو اللي فيه منه 30 يوم دوت، اللي لسه يعني ده في منه في وش فرخه على وش فرخه. طب زي الفل شويه كده يا موسى. عايزك بقى بص ثلاث كلاب اهم، واحد للبيع او للجواز واثنين للجواز.